السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم مشاهدينا الكرام. النهاردة أنا قررت أن أنا أطلع وأديكم شوية دقايق سعادة تساعدكم، وبالتالي هي هتساعدني، لأن السعادة عمرك ما هتشعر بيها لو كنت أناني فيها. يعني إيه؟ يعني لو عايز تفرح لوحدك، لو عايز تسعد أنت بس، عمرك ما هتفرح. لازم تسعد اللي حواليك، بعدها هتحس ان انت سعيد. فانا بعد كل اللي بشوفه حواليا، حزن، الم، اكتئاب، ناس بتشتكي طول الوقت، مشاكل بتجيني من صغيرين وكبار، واكترهم البنات اللي بيقعدوا يقولوا احنا لسه ما اتجوزناش، انا اتخطبت وعريسي مش هو ده الانسان اللي بحلم بيه. فقررت ان انا اطلع ما اديش نصايح عشان ما حدش يفتكرني طالعه انظر واقول السعيد من وعظ بغيره. فأنا جايبه لكم معايا النهاردة قصة حقيقية، إنسانة زي وزيكم مرت بتجربة اتعلمت منها، وحبيت أنقل لكم نفس التجربة. اسمحوا لي أن أحكي لكم حكايتها. هي إنسانة جميلة اسمها فاطمة. فاطمة إنسانة مبتسمة، كنت لما أشوفها أفرح مجرد أن أنظر عليها كده، وشها بيديني أمل، ابتسامتها كلها ثقة ويقين في قدرة ربنا. في يوم قررت فاطمة إنها تحكي لي حكايتها، وقالت لي من وأنا في الجامعة وأنا بيجيني عرسان كتير، اتخطبت مرة اتنين وما حصلش نصيب، ولما خلصت الكلية جاني العريس رقم تلاتة واتخطبت بسرعة، ولكن كان إنسان غريب جدا بيعاملني بشكل أنا مش فاهمه له تفسير، بيحسسني إن أنا شكلي مش حلو رغم أني أنا بفضل الله شكلي جميل، ودي فعلا شهادة مني أضم صوتي بصوتها، هي فعلا كان شكلها جميل. وجت لحظة أني أشتري الشبكة، وكان في خاتم نفسي أشتريه لكن هو رفض أن هو يشتريهولي. طبعا أنا مرضتش أن أنا أعند أو أن أنا أصر على الطلب عشان ما يبانش أن أنا إنسانة مادية أو طماعة، ووافقت على اللي هو جابه، وكانت شبكة متواضعة جدا جدا. وتمر الأيام، فترة الخطوبة كل يوم، وأنا في شيء في نفسي مش مريحني، وكل يوم بعمل حاجة واحدة، أصلي استخارة وأدعي ربنا يا رب إن كان هذا الرجل خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كان شر فاصرفه عني واصرفني عنه. وتمر الأيام ويجي اليوم الموعود، يوم الزفاف، اليوم اللي بتستناه كل بنت، اللي بتحلم بيه إنها تكون ملكة متوجة. في اليوم دوت، حتى في اليوم دوت صليت استخارة ودعيت نفس الدعاء. هتقولوا عليا إني مجنونة؟ لا، هي دي لازم أسأل واستشير ربنا في كل يوم وفي كل لحظة. وجيه اليوم ولبست الفستان والطرحة، وأنا من سكان فيصل وهو جاب لي شقة في أكتوبر، وقررنا إن إحنا نكتب الكتاب في مسجد في أكتوبر ونطلع من المسجد على البيت، وهو ده هيكون الفرح وخلاص. لبست الفستان والطرحة واستنيت عريسي يجي ياخدني، أبويا يكلمه يا ابني انت اتأخرت لسه ما جيتش، يقول له وانا هفضل رايح من فيصل لأكتوبر من أكتوبر لفيصل، ما تجيبها وتيجي، يقول له هو ده ينفع؟ انت لازم تيجي تاخد عروستك. وبعد منهدة وكلام كتير قوي جه، وفجأة البيت كله اتملى زغاريد. العريس جه وانا كمان واقفه ومستنيه ان عريسي هياخدني، وبعدين سمعت صوت زعيق وعمي بيقول له ما يصحش كده يا ابني، لازم تمضي على القايمه، يقول له قايمه ايه اللي همضي عليها، احمدوا ربنا ان انا هتجوز بنتكم، هو حد بيتجوز الايام دي؟ وكلمه من هنا كلمه من هنا، الموضوع وصل للسب والشتم وخلص بنتكم عندكم، ومشي وسابني. سابني وانا بالفستان والطرحه والمعازيم في اكتوبر في المسجد مستنييني، والناس القريبين معايا في البيت. امي انهارت، اخواتي مش مصدقين اللي بيحصل، ابويا مسك التليفون يكلم قرايبنا اللي في المسجد روحوا الجوازه باظت. انا قعدت ابص حواليا مش مصدقه ان عريسي سابني يوم الدخله، سابني وانا بالفستان والطرحه. لجأت للركن الشديد اللي يلجأ له عمره ما يضيع، رحت أصلي، رحت أصلي وأقول لربنا الحمد لله
أحمدك يا ربي إنك جاوبت على استخارتي في آخر لحظة، ما أنا قلت وإن كان شرا فاصرفه عني. طبعا أنا هضطر إن أنا أتدخل دلوقتي. فاطمة وهي بتحكي لي الحكاية ديت في اللحظة دي أنا جسمي كله أشعر، ما تخيلتش البنت دي إزاي الليلة دي عدت عليها، إزاي قدرت تتحمل موقف زي ده وهي قاعدة ومتخيلة إنها راح تبدأ حياتها تتفاجئ بصدمة تكسر أي بنت. قالت لي قدر الله لا يأتي إلا بالخير، أنا راضية بقضاء الله وعارفة إن ربنا مش هيقدر لي إلا الخير بمنتهى القوة والثبات. وبتكمل لي حكايتها وبتقول لي طبعا إن بنت في مجتمعنا تتخطب 3 مرات وما يحصلش نصيب ده شيء مش سهل أبدا. وكملت في حياتي وكنت بروح أحفظ قرآن في دار لتحفيظ القرآن، وتيجي واحدة قريبة صاحبة الدار وتطلب من صاحبة الدار إنها تجيب لها عروسة لابنها. قالت لها تعالي بكرة في بنات كتير، شوفي مين اللي يعجبك واختاري. جات الست ما لقيتش غيري، قعدت معايا واتكلمت معايا، وبعد كده راحت اتكلمت مع صاحبة الدار. قالت لها هي بنت كويسة وجميلة بس أنا عايزة أشوف أكتر من واحدة عشان يكون في اختيار يعني. قالت لها خلاص تعالي في ميعاد تاني ويكون في بنات تانيين. وتيجي الست مرة تانية وما تلاقيش حد غيري وبرضه تقعد معايا. فراحت لصاحبة الدار وقالت لها هو أنا كل ما أجي ما لقيش غير البنت دي؟ قالت لها يبقى ده اختيار ربنا ليكي، خلي ابنك يقعد معاها. وفعلا جابت ابنها وحصل عندنا لقاء في البيت. وسبحان الله أول ما شفته وشافني كأنه مشهد في السينما، كأن أرواحنا اتخلقت لبعض. بعد دقايق ما كان بيتكلم معايا لقيته وجه الحوار لبابا وقال له بنتك دي هي الإنسانة اللي أنا بحلم بيها، هي الإنسانة اللي نفسي أكمل معاها حياتي. والحمد لله رحنا نشتري الشبكة، والمرة دي لقيت نفس الخاتم اللي دعيت ربنا وقلت له ارزقني من فضلك الواسع العظيم، وجاب لي الخاتم واتجوزته. وكان أحسن هدية من رب العالمين، هدية على شكل إنسان. عايزة أقول لكل بنت اتصدمت في حياتها، لكل بنت لسه نصيبها ما جالهاش، اصبري اصبري وادعي ربنا انه يرزقك بالصالح اللي راعي ربنا فيكي، ولا يرد القضاء الا الدعاء، الامل في الله. لكل واحده عندها مشكله سواء مع خطيبها او مع زوجها كل حاجه وليها نهايه، الحزن ما بيكملش والفرح هيجي هيجي، اصبري اصبري واحتسبي وعليكي بالدعاء. واتمنى من ربنا ان حكايه فاطمه تكون عجبتكم وتكون إلهام لبنات كتير بيتفرجوا علينا دلوقتي، وتكون باقة أمل إن في خير جاي والنور في آخر الطريق لا لليأس. مستنية حكاياتكم، الرابط هيظهر دلوقتي، ابعتولي حكاياتكم. أي حد عنده حكاية ممكن تكون إلهام لإنسان غيره أنا مستنياها. وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.